وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أستاذ جمال، بعد التحية، برأيك إلى أي مدى تسهم هكذا قرارات في إثراء الحياة السياسية وإرسال رسائل إيجابية للمجتمع السياسي المصري؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. خلينا نقول يعني استجابة السيد الرئيس لمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني تعكس عدة رسائل. في مقدمتها أولا التأكيد على صحة وسلامة مسار الإصلاح السياسي الذي تعيشه الدولة المصرية. ثانيا تؤكد الدعم الكامل لإدارة الحوار الوطني ولمبادرة ومشروع الحوار الوطني كمنصة تضم كافة التيارات الوطنية وتهدف لخدمة المواطن والدولة. ثالثا يعني هذا يؤشر، أو هذه الرسالة الثالثة تؤشر على أنه يعني المستقبل السياسي في المرحلة المقبلة سيزداد يعني اتساعا، وسيزداد أفاقا واسعة، وستزداد المشاركة، وسيفتح المجال لكل التيارات الوطنية لخدمة الدولة المصرية. رابعا هنا وأتوقف أمام يعني هذه الرسالة تحديدا، أنه السيد الرئيس يعني حريص بل يسبق الحوار الوطني بخطوات في الاستجابة. ولعلنا نتذكر أنه منذ إطلاق المبادرة في 26 إبريل في إفطار الأسرة المصرية 2022 وتفعيل لجنة العفو الرئاسي، تابعنا عدد المفرج منهم والمحكوم عليهم بأحكام يعني نهائية، ويعني بالتالي استخدم السيد الرئيس صلاحياته الدستورية والقانونية في الإفراج عنهم، وتابعنا ما حدث. أيضا وصولا إلى استجابة السيد الرئيس السريعة أيضا لمشروع الإشراف القضائي الكامل، خاصة أن سيتجاوز 7 يناير 2024 وفقا لدستور 2014، خاصة أنه هذا القانون، هذا الدستور صدر يوم 8 يناير 2014 وبالتالي سينتهي 7 يناير 2024، واستجابة الرئيس كانت فورية. أيضا هنا ودي نقطة مهمة جدا، لعلنا نعود بالمشهد إلى قبل عدة أسابيع ونتوقف أمام المؤتمر الوطني للشباب في برج العرب، ووعد الرئيس دون قيد أو شرط للتصديق على كافة ما يقدمه الحوار الوطني طالما أنه يقع في حدود صلاحياته القانونية والدستورية. كل هذه المشاهد وكل هذه الإشارات تؤكد أننا أمام قيادة سياسية صحيح تقبل بشكل كبير جدا على فتح آفاق واسعة للشارع السياسي وللحياة السياسية والحركة السياسية في مصر، وأيضا دعم كامل وغير مشروط للحوار ومخرجات الحوار ونتائج الحوار، وأنه السيد الرئيس يثق في كل التيارات الوطنية باعتبارها مصري، باعتبارهم مصريين، وان وهذا يؤكد استاذ جمال يعني ان الدوله عازمه على فتح المجال العام وتهيئه الاجواء الايجابيه لانجاح جلسات الحوار الوطني. برايك ما تم انجازه حتى الان على صعيد المحاور الرئيسيه والاساسيه للحوار الوطني، المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي؟ يعني احنا انتهينا من 48 جلسة حتى هذه اللحظة، 60 قضية. هناك الآن المرافق العام أستاذ ضياء رشوان والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية ومجلس الأمناء. الحقيقة كان عندنا يوم الأربعاء الماضي اجتماع لمجلس الأمناء، وتم الاتفاق في الحقيقة على يعني الانتهاء بشكل سريع جدا من خلال لجان اعداد وبلوره المخرجات والنتائج لكل الجلسات النقاشيه التي تمت وتتعلق ب 60 قضيه في المحاور الثلاثه، المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي. لان النقاشات كانت زي ما انت حضرتك عارف والساده المشاهدين عارفين انه الجلسات كانت ممكن يعني تستمر قرابه من 5 ساعات، وبالتالي نحن نتحدث عن 60 متحدث،
كل هذا الحديث وكل هذه النقاشات تحتاج إلى صياغة نهائية. هذه اللجان يشارك فيها مجموعات متخصصة، ليست إعادة النقاش ولكن صياغة ما أثر عنه النقاش، خبراء ومتخصصين من كل الأطياف والألوان السياسية، ويتم رفع ما تنتهي اللجان لمجلس الأمناء، وبالتالي مجلس الأمناء بدوره يرفعها إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويعني أنا يعني متفائل جدا بأن الفترات المقبلة ستشهد ثمار واسعة وكبيرة وثرية لمخرجات ونتائج الحوار بما يلقي بنتائج إيجابية للمصلحة العامة ولمصلحة المواطن. لكن خليني أقول لك برضو بالإضافة لما تم إنجازه في الهيئة، أنه فكرة وترسيخ ثقافة الحوار والقبول بالرأي والرأي الآخر، هذا مكسب لا يضاهي مكاسب، لأنه هذه المبادرة لم تحدث في تاريخ مصر الحديث من قبل، وأن هذه الصيغة وهذا السياق الذي تتم به عملية الإصلاح السياسي والعمران السياسي كما يعني يحلو لي أن أصفها لم تكن مسبوقة. وبالتالي هنا نحن أمام مجلس تفكير للدولة الوطنية بشكل عام. الأستاذ جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.